وللحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في كل من الهند والصين وميانمار ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الكاتب والصحفي سمير الحجاوي. أهلا بك معنا أستاذ سمير. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أستاذ سمير، يعني هدم مدرسة إسلامية ثالثة في ولاية أسام في الهند خلال أقل من عام، ما الذي يعنيه ذلك، ولماذا تستهدف الحكومة الهندية المسلمين وتواصل معاقبتهم جماعيا؟ الهند تعيش حالة من محمومة ضد المسلمين، مع وجود هذا الحزب الشعبوي الذي يقوده ناريندرا مودي. في الهند هناك حالة تعبئة من أجل حصد الانتخابات ومن الأصوات في الانتخابات ومن أجل بناء نوع من القومية الهندوسية على حساب المسلمين، وبالتالي جعلوا من المسلم الهندي هو الآخر الذي يعرف به الهندي الهندوسي، ولذلك هم يرفعون الشعار الهند للهندوس والهند هندوسية وما إلى ذلك. هذا النوع من الشعبوية هو يشابه إلى حد ما الشعبويات الموجودة في أوروبا أيضا التي تحارب المسلمين ولديها أو تخلق ما يسمى بالإسلاموفوبيا. هذا شيء لم يكن معهودا بهذه الطريقة في الهند، ولكن مع وجود هذا الحزب الحاكم وهو حزب بهاراتيا جناتا أخذت الأمور تتأزم، ونحن نشاهد ونسمع يوميا عن حالة استهداف للمسلمين وعن قتلهم وعن هدم مساجدهم، وليس هذا فحسب، بل وصل الأمر إلى هدم محلاتهم التجارية أيضا. ولكن يعني لماذا، على ماذا يعول هذا الحزب؟ يعني هناك مصالح هندية في الخليج العربي وفي يعني في الدول العربية، كي لا نحدد، هناك لربما ملايين من العمالة الهندية، لماذا لا يخشى عليهم؟ هم لا يشعرون بالخوف. الحقيقة أن الهند وحزب بهاراتي جناتا لا يشعر بالخوف على الإطلاق، خاصة من دول الخليج. العلاقات مع دول الخليج هي علاقات جيدة، وبالعكس العلاقات بين الهند والحزب الحاكم في الهند والإمارات على سبيل المثال هي ترقى إلى مستوى يعني التحالف إلا قليلا، وبالتالي لا يوجد ما يخيف الهنود أو حزب بهاراتيا جناتا. بالعكس، هو يجد أن العرب أو أن العرب ككل يعني والمسلمين ككل والدول الخليجية هي لا تعبأ بالمسلمين هناك، وبالتالي هذا الأمر يتزايد، أو حدة استهداف المسلمين وقتلهم هناك في حال التزايد، لأنهم متأكدون أنه لن يكون هناك أي ردة فعل حتى لو قتلوا 200 مليون مسلم موجودين في الهند. ونحن شاهدنا الزيارات وهذه الودية طيب هذا بالنسبة نعم هذا بالنسبة لمواقف بعض الدول، ماذا عن المجتمع الدولي؟ هناك تقارير يعني ترد باستمرار عن أحوال المسلمين هناك، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي كما تدخل على سبيل المثال في أوكرانيا؟ لا، أوكرانيا مسألة مختلفة. أوكرانيا أولا تنتمي إلى الغرب الأبيض المسيحي، لابد من يعني حتى لو كانوا يعني جزء منهم هم من الأرثوذكس، ولكن الهند أيضا الهند مسألة مختلفة، لأنه الهند هي بيضة القبان في الصراعات المحتملة في المستقبل القريب. هناك حروب قد تكون على وشك أن تنفجر. نحن نلاحظ أن التوتر ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تايوان، وبالتالي ونلاحظ أيضا أن هناك توتر وهذه الحرب وهذه الخصومة الموجودة بين روسيا والغرب. تقارب الصين مع روسيا قد يجعل منها نوع من الحلف، يعني لا أستطيع أن أقول حلف، لكنه يجعل منها جبهة واحدة. الغرب يحتاج إلى حليف قوي وقريب أيضا من الصين، وليس هناك أقوى من الهند، وخصوصا أنه لا يوجد تناقضات
إيديولوجية بين الطرفين، بين الهند وبين الغرب. الهند لا تمتلك نموذجا بديلا أو نموذجا إيديولوجيا أو دينا يمكن أن يهدد المنظومة العقائدية والفكرية. هل هذا ما يفسر يعني صمت الولايات المتحدة على ما يحدث للمسلمين في الهند واحتجاجها دائما على ما يحدث للمسلمين في الصين؟ هذا الكلام صحيح، لأن المسألة مسيسة، يعني هذه المسألة مسيسة. هم يتحدثون عن المسلمين في الصين، وهذا محق طبعا، لأن المسلمين في الصين أيضا يتعرضون لحالة من الإبادة الثقافية بل والإبادة الجسدية أيضا في معسكرات الاعتقال التي يضم كل واحد منها مليون. الأمريكان معنيون بإبراز التناقضات مع الصين، ولكنهم ليسوا معنيين بإبراز أي تناقض مع الهند، لأنهم يريدون الهند ويحتاجون الهند، وخصوصا أنه لا يوجد أي ضغط عربي أو إسلامي على المنظومة الدولية لكي توقف الحكومة الهندية وحكومة بهاراتيا جاناتا التي يقودها ناريندرا مودي عند حدها. فبالتالي لماذا يتوقف؟ لماذا يتوقف هذا الحزب عن استهداف المسلمين وقتهم؟ لن يكون ذلك، لأنه لا يوجد قوة على الأرض تجبرهم على التوقف بكل بساطة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من الدوحة، الكاتب والصحفي سمير الحجاوي، شكرا جزيلا لك.